ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده هنلعب فلوس سلام مختصر على لعبه سوبر تانك. لعبه جامده جدا، فكرتها هايله لسه جديده. خلينا نشوف اللعبه بتتكلم عن ايه. بس قبل ما نبتدي نروح نرزع على كلمتين وانا اشترك على القناه. طب يا شباب، زي ما انتم شايفين سوبر تانك بشبه على اللعبه دي. اللعبه اونلاين كليا، اونلاين حرفيا. مجرد ما تدوس داخل سخن. عاش، فجرته. ما لحقتش اتكلم عن اللعبه، اللعبه داخله سخنه خالص. فكرة اللعبة باختصار انك بتعمل عربية مصفحة وبتدخل باتل قصاد بعض، بنعمل ابجريد وبنعمل اكويبمنت للعربية، بنضيف اسلحة معينة. مش عارف، هنعملها ابجريد ليفل 3 4. نقدر نستخدم حاجات تانية في العربية. نقدر نعمل تيست. ماشي، احنا دلوقتي العربية بتاعتنا دي تمام. احنا بنركب فيها اسلحة، والاسلحة دي بنعملها ابجريد. كويس، حلو. فكل ما تكون اسلحة اقوى يبقى عندنا فرصة ان احنا نفوز. فبنعمل بحث بيجيب لنا حد اونلاين نلعب معاه. يلا يلا، بنمشي يمين وشمال قدام ورا. حاسب حاسب حاسب. دمرت. المشكلة ان انا عندي يعني لازم جدع. لما بنكسب بنفتح صناديق، والصناديق دي فيها بقى طبعا يعني الحاجات اللي بتؤهلك انك تعمل ابجريد. جولد بقى، كاركتر، سلاح، ماشين جن. ماشي،
كوماندر نقدر نعمل ابجريد للكوماندر. ماشي. لا لعبة حلوة، لعبة حلوة، بس مشكلة ان الريتم بتاعها بطيء شوية. ما بيبدأ الجيم بيبقى بطاء كده، تحركه بالراحة عبال ما نحمل السلاح يحمل عشان تبدأ تعمل بقى تضرب، بياخد وقت شوية، ففيها شوية ملل. الجرافيك بتاعها الى حد ما كويس بس مش بيرفكت. تمام. كل ما افتكر لعبة كاتس ملهاش مثيل فعلا. كاتس ملهاش مثيل، نفس الفكرة بالظبط. لا مش عايزين نقول نفس الفكرة، ده دي اللي نفس فكرة كاتس. كاتس اول ما ننزل العربية بتحط زخيرة، تحط سلاح، تحط العجلات وجسم العربية، واول ما العربية بتنزل العربيتين بينزلوا، الضرب يشتغل اوتوماتيك وبيمشوا اوتوماتيك، دب 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 دب. رتم اللعبة سريع جدا، والجيم بيخلص مش اقل من 5 ثواني مثلا يكون الجيم خلص. هنا الجيم بيطول شوية وريتمه بطيء. هنا احنا بنتحكم في العربية، بنخليها بفضل رايح جاي رايح جاي. لا في كاتس العربية بتنزل لوحدها وبتمشي اوتوماتيك، بتضرب اوتوماتيك. في تناغم في كل الاسلحة بطريقة معينة، وكل سلاح ليه دامج معين. كاتس برضو انت عندك عدد لا محدود من المبارزات، يعني تقدر تدخل اي مبارزة في اي وقت تلعب، ما انتش مرتبط بمفاتيح ولا بكوتا ولا اي حاجة. مش هقدر اضرب غير لما اعمل سلاح يحمل. صراحة كانت هتبقى احلى لو ظبطوا مجسم العربية وورونا الفتحات اللي بنحط فيها الاسلحة. يقول لك مثلا العربية دي فيها فتحتين، وفي مثلا لستة كده بالاسلحة اللي معايا، اقدر اجيب السلاح ده احطه في المكان ده، السلاح ده احطه في المكان ده واعمل له ابجريد. بصراحة انا دخلت على الورشة اللي جوه تهت صراحة. مش زي كاتس، كاتس سهلة جدا ومبسطة ومرتبة، عندك ورشة كده فيها كل الاسلحة وين المجسم بتاعك قدامك، وانت عايز تحط ايه في العربية حطه، وبعدين بتدخل جيم على طول. الموضوع بسيط جدا، والريتم بتاع اللعبة سريع، و يعني لعبة حماسية اكتر وتمام سريع، مش مملة شوية يعني زي دي. يعني هي بتظل لعبة جيدة وفكرتها كويسة، لكن هي بس بتفتقر يعني شوية حاجات، يمكن عشان بس احنا جربنا الاحسن، فلما جربنا الاحسن حسينا بفرق. لكن هي لعبة كويسة، هسيبلك انت على الديسكريبشن، جربها وحملها ان شاء الله تعجبك. اهم حاجة الصباح روح لايك وتشترك على القناة وتستنى الحلقة الجاية من جيمر بالعربي. مع السلامة.